طب وايه حضرتك يا استاذ خالد، عندك ولدين؟ عندك عندي لا عندي يوسف يوسف وجنى. وجنى. بتميز يعني تدي حريه ليوسف اكتر على السوشيال ميديا وجنى لا، ولا لا، هو الاثنين زي بعض؟ هو يوسف عنده حريه اكتر، الاثنين عندهم نفس الحريه تقريبا، بس يوسف بيعتمد عليها دلوقتي اكتر يعني عشان بتسيب هو في جنى ثانويه تعمل عامه شات دلوقتي. كده مع زميلها في الفصل وبتاعه؟ يعني لو يوسف قال لك انا بحب فلانه زي ما جنى تقول لك انا بحب فلان؟ بصراحه صراحة هو قول الحق. جنى مش انا اللي هبقى من اقوى غير بربشه. ايوه قول الحق. يوسف مش هيسيبها في حالها. يوسف اللي مش هيسيبها. طب مش انت مسلط ثانيه واحده. لا انت تربيه ذكوريه بحته مسلط عليها يوسف خالص خالص على فكره. امال هو بيتابعها بيخش يشوف بيتابعها بس بيتابعها نصيحه. ايوه هو صاحبها اكتر يوسف على كده، بس مش كل بنوته عندها يوسف في حياتها ينقذها. بالظبط. لا بس هو في يعني في ثقه ما بيني وما بين بنتي بتسمح لها انها تيجي تحكي لي على اي حاجه وكل حاجه. بصراحه يعني لدرجه انا هم اصحاب يعني هي بصريحه معاه. ثانيه منى صريحه معاه ومعايا. حضرتك بتقول ما عندكش مانع ان ابنك خالد، لا مش خالد، يوسف. انا خالد بيقول لك انا بحب، لكن لما سالتك طب وجنى انا ما قلتش هنكت مني. ما هنكت طبعا. ما لا هيبقى صعب شويه. طب ما انت بتربيهم بطريقه مختلفه. هم مش بربيهم بطريقه مختلفه. انا عايز اسال سؤال. انت هنكت؟ ما هو حاجه انا بقوله. انت عايز تقول ان انت من جيل ما تقدرش تتابع معاهم الاحداث بسرعه، او يعني انهم يدخلوا يعني ازاي إيه على ابلكيشنز او كده؟ بنتي عندها 14 سنه بتقول لنا يعني ايه؟ ما ده اللي بيحصل في الواقع دلوقتي. ايوه هي عندها 18 سنه. لا هو سايب الابن، هو مخلي فكره التمييز والتفرقه ما بين الجانب الولد وجانب البنت. البنت لا، عشان في محاذير والشرف والعادات والتقاليد. بتعمل ايه يا دكتور سهام الطريقه دي؟ بتعمل في الولاد اللي هي اختزالا لكل حاجه. في نقطه بس انا حابه ان انا اجاوب عليها ومشتركه مع حضرتك، اللي هي حب التلاته. انا عندي هنا فراغ وعدم وجود اشباع عاطفي من ناحيه الاب. انا كل حد مش شرط. ثواني بس، احنا دايما ممكن في السوشيال ميديا والتيك توك مطلعين نماذج. اي حد هيقول لي كلمه حلوه ولا احتواني ولا انا اللي بسمع البنات لما اقول لها انت بتحبي مثلا فلان ليه؟ عشان بيسمعني، عشان بيقول لي كلام حلو. منى معلش دكتور سهام، مع احترامي الشديد ليكم، في هذا الزمن كنا زمان لما نلاقي بنت فعلا بتقع في الحب بسرعه وبسهوله كنا بنلاقي ان عندها في البيت في مشكله وفي افتقاد لعنصر الاب. تمام. ده لسه موجود بس بقى يزيد عليه. لا ممكن يبقى الاب موجود وفي كل حاجه، بس في حاجات تانية بتخليها عايز تعمل كده. بتدور على صوره الدجوان اللي هي باي شكل متاح محترم، بس هي شايفه نماذج على السوشيال ميديا والتيك توك والفيديوهات ان بنات بتعمل حاجات تانية وهي معجبه جدا. هي بتقول لك بتدور على فتى احلامها. زمان كان فتى احلامها في خيالها بس، مش في الصور. أوكي. مش في الديجيتال بس. في جزء هنا اللي هو انا موجود بانهي شكل؟ انا بديك الحاجه اللي انت محتاجاها انت كهبه، ولا اللي انا شايف من وجهه نظري كأب؟ هي محتاجه ايه؟ محتاجه اللي بتشوفه في السوشيال ميديا، اللي بتشوفه في الفيلم وفي الفيديو، والعلاقه اللي هي متحرره قوي. هنا هتلاقي دايما اللي عنده فولورز كتير، اللي عنده فتن والعروض كتير. انا عندي مثلا صاحبتي عندها بوي فريند، انا كمان عايزه ابقى عندي بوي فريند، بس مش ده كل المشاكل وراها. انا قصدي ان في مشاكل ثانيه بتبقى افتقاد لده طبعا. ولو علاقه الاب إيه هي زي بالبنت إيه؟ قويه. ما انا بقول لك اهو، غياب مثلا دور الاب بالشكل اللي انا محتاجه كمراهق او كمراهقه. بس ده مش مبرر يا دكتوره، لان احيانا الظروف بتحكم بغياب دور الاب، سواء بالوفاء او بالانفصال، وقتها بيكون لي حلول تانية، حلول بديله. او بيتوجد وبرده هي عم يعني الام السنجل زي دكتور خال، عم خال، صديق مثلا موجود في الاسره. المهم ان لازم في طرف ذكوري او في جانب ذكوري البنت بتسمع منه. خيال الاب او بتسمع منه ده لحد ما ربنا يكرمها وتلاقي شريك الحياه. لكن فكره ان الراجل مش موجود في حياه البنت خالص، لا، ما كانش ربنا خلق راجل. طب ما في ستات بتستقل وتبعد خالص عن عيله جوزها او عن اخواتها الخلان وكله، طول ما حدش يتدخل في حياتي انا اي معرفه. بصي لازم يعني الخيال ده لازم يا جماعه، لازم، لان مزرعه. انا طول الوقت هبقى مفتقده صوره الاب وببدا ان انا ادور عليها. وكم من الزيجات اللي انتهت بالطلاق بسبب ان هي شايفه ان دور الاب، ولما لقيت على ارض الواقع مش موجود طلقني. انا مش شايفه منك الاحتواء والاشباع العاطفي اللي انا كنت مفتقداه. لو اضطرت وحصل كده يبقى في بديل. بالظبط لازم.